شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إحدى المخاطر الكبرى التي أخذت تهدد أجيالنا الصاعدة خطر الثقافة الغربية والمنهجية الغربية الوافدة إلينا من بلاد الغرب فيما مضى كان هنالك نوع من أنواع البينونة فيما بيننا وبين الحضارة الغربية، ولكن الآن الحضارة الغربية دخلت عبر مناهج التعليم وعبر القنوات الفضائية وعبر الشبكة العالمية إلى كل بيت من بيوتنا، وأخذت تهدد أجيالنا. هذه القضية اتفقت في مدينة قم. جاء هنالك رجل إلى المرجع الشهير السيد البروجردي رحمة الله عليه، وقال له:
إني رأيت في عالم الرؤيا أنه كان عندي قرآن كبير وقرآن متوسط وقرآن صغير، وإذا بي أرى النيران تشتعل في هذه المصاحف. هالني ذلك فبادرت وحاولت إطفاء هذه النار، ولكن رأيت أن المصحف الكبير والمصحف المتوسط قد احترق بالكامل. النار اشتعلت في أطراف المصحف الصغير، فبادرت وأطفأت النار، ولم تأخذ النار من هذا المصحف إلا الأطراف. السيد البروجردي رحمة الله عليه أرشده إلى عالم كانت له يد طولة في تعبير الأحلام، وكان يقال له السيد أحمد القمي. فذهب هذا الرجل إلى ذلك العالم وذكر له الرؤيا، فقال العالم: إن لك 3 بنات في بيتك، وهذه البنات يدرسن في المدارس الحكومية في عهد الشاه الثاني. الكبرى والوسطى انتقلتا من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة المتوسطة، وعلى أثر الثقافة الموجودة هناك ابتعدتا عن الدين وخلعتا الحجاب. طبعا هنا أقول خلع الحجاب أو الابتعاد عن الدين هذا لا يمثل كل شيء. إذا الابن أو البنت ابتعدت عن الدين، خلعت الحجاب أو تركت صلاتها وصيامها، هذا الأمر لا يمثل سوى وجه واحد من وجوه الحضارة الغربية والثقافة الغربية. الثقافة الغربية بكلمة واحدة يعني تدمير الآخرة وتدمير الدنيا. إحنا لا نظن أن البنت إذا تركت الحجاب أو الولد ابتعد عن الأجواء الدينية القضية تنتهي عند هذا الحد. هذا مجرد مظهر واحد، وجه واحد. الحضارة الغربية يعني الانتحار. قبل أيام امرأة شهيرة تعيش تحت نفوذ الثقافة الغربية. هذه المرأة من الناحية الدنيوية منعمة إلى أبعد الحدود، ولكنها فشلت في حياتها الزوجية،
النجاح في الحياة الزوجية لا يؤمنه الثقافة الغربية. الآن العوائل في الغرب، اسألوا من الذين ذهبوا إلى هنالك، أغلب هذه العوائل عوائل مفككة. هذه المرأة اللي عمرها 25 عام فشلت في حياتها الزوجية، فماذا فعلت؟ هنالك مروحة سقفية في البيت، علقت حبلا قبل أيام بهذه المروحة وخنقت نفسها وانتحرت. الحضارة الغربية هذا معنى الحضارة الغربية، يعني الكآبة. الحضارة الغربية يعني الانتحار. الحضارة الغربية يعني أن الأب يطرد ابن وبنت الشاب من البيت ويقول أنا ما علي بيكم. الحضارة الغربية يعني أن الابن يتآمر لقتل والده. هذه القضية اتفقت في طهران قبل فترة. ابن والده يملك أراضي شاسعة كثيرة وما عنده إلا ولد واحد، ابن واحد. هذا الابن يذهب إلى الطبيب ويقول له أنا أعطيك 40 مليون تومان أو 50 مليون تومان، التردد مني، لقاء خدمة واحدة. قال الطبيب وما هي هذه الخدمة؟ قال أن تدوس السم في دواء أبي. ليش؟ حتى هذا الأب يقتل وهذا الابن يرث هذه الأراضي الواسعة. الحضارة الغربية هذا معناها. قال السيد القمي إن هاتين البنتين ابتعدتا عن الدين وخلعتا الحجاب. البنت الصغيرة الآن في المرحلة الابتدائية وكانت في الطريق إلى خلع الحجاب، ولكنك تداركتها وحفظتها. الأولى والثانية راحوا انتهوا. فهل ما قلته صحيح؟ فقال الأب نعم. قال هذا تعبير رؤياك. الحقيقة الآن أولادنا، أبناؤنا، بناتنا في خطر، والآباء والأمهات لهم مسؤولية كبيرة في هذا المجال. إذا كانت هنالك رعاية وكانت هنالك عناية، ما كانت هنالك حالة الانفصال. أكو بعض الآباء والأمهات يتعاملون ويا أبنائهم ويا بناتهم من فوق، هنالك فاصل. البنت لأنها تشعر بالفاصل بينها وبين أمها لا تأتي إلى أمها لتذكر لها مشاكلها. كان عندنا واحد من العلماء في طهران كان يقال عنه إنه أب لأولاده وصديق لأولاده، أب وصديق. ولذلك أولاده، بناته، أبنائه كانوا يلجؤون إليه في حل مشاكله وحل عقده. إذا كانت هذه الحالة موجودة، مو فقط حالة الأبوة وحالة الأمومة، وإنما كانت حالة الصداقة بين الآباء
والأبناء بين الأمهات والبنات. كانت هنالك حالة رعاية وعناية وتوجيه وتفكير. إن شاء الله نتمكن أن نحفظ هؤلاء الأولاد، نحفظهم لدنيانا وآخرتنا. ننتقل إلى موضوع آخر، وهذا الموضوع الآخر أنكم في سفرة زيارة وقد قطعتم المسافات الهائلة وجئتم إلى كريمة أهل البيت وإلى الإمام الرضا صلوات الله عليه راجين مؤملين. كل واحد منا توجد هنالك عقد في حياته، حل هذه العقد يحتاج إلى حالة الانقطاع. حالة الانقطاع حالة مهمة جدا. أحيانا واحد يدخل الحرم المطهر ويتحدث مع الإمام، يتحدث مع كريمة أهل البيت، ولكن ما عند حالة الانقطاع. إذا أردنا أن نمثل لحالة الانقطاع، حالة الانقطاع يعني إذا كنت في سفينة في البحر وهذه السفينة كادت تغرق، ماذا تكون حالتكم هنالك؟ تلجؤون إلى الله تعالى بأعماق وجودكم. عندما تقولون يا الله، اللسان لا يقول يا الله فقط، وإنما القلب يقول يا الله. هذه يقال لها حالة الانقطاع. نحن إذا لجأنا إلى أهل البيت صلوات الله عليهم بهذه الحالة، يمكن واحد يفكر أنا 10 أعوام أدعو، الله تعالى ما استجاب دعائي. الدعاء وحده بلا انقطاع ربما يكون ضعيف الأثر. إن شاء الله حاولوا أن تطلبوا حاجاتكم بانقطاع كامل. كان هنالك رجل، هذا الرجل الله سبحانه وتعالى ما منحه الذرية، ما كان عنده أولاد، تزوج ومرت عليه أعوام طويلة، ولكن الله تعالى ما أعطاه الذرية. وتعلمون أن البيت الذي لا أولاد فيه هذا يشبه البيت الذي لا ضياء فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن هذه البيوت التي تعاني هذه المشكلة، الله تعالى يمن عليهم برفع هذه المشكلة وبحل هذه المشكلة. هذا عاش، كان يدعو هذا الرجل، هذه المرأة كانت تدعو، ولكن حدث هنالك موقف حرك هذا الرجل من أعماق. بعد أن بلغ هذا الرجل من العمر 45 عام، بعد أمل ماكو، في يوم من الأيام جاء جاره، كان عند جار ومعه كيس كبير، وقال له إنك لا أولاد عندك وأنا بيتي مليء بالأطفال والقطط، وهذه القطط تزاحمنا في البيت،
فخذ هذه القطط في بيتك. وأعطاه الكيس. هذا الرجل جدا تأثر من هذه الكلمات، وذهب إلى زاوية من الغرفة وأخذ يبكي بحرقة ويقول لله سبحانه وتعالى: يا الله، بلغت بي الحالة إلى هذا الوضع أن يأتي جاري ويسخر مني. ثم فكر أن يذهب إلى بيت الله الحرام، ذهب إلى الحج أو إلى العمرة، وطلب عند بيت الله الحرام أن يمنحه ذرية مباركة. اللهم صل على محمد وعلى. عاد إلى بلده، وبلده هو كاشان. الله سبحانه وتعالى على أثر هذا الدعاء منحه 11 شخصا من الذرية والأولاد. اللهم صل على محمد. ولعله إذا لم تكن له هذه الحالة من الانقطاع كان يبقى على هذا الوضع إلى نهاية حياته. قبل أيام نقل لي بعض الثقات أنه في عمان كانت هنالك امرأة الأشعة أظهرت، هاي في الأيام الفاطمية، قبل أيام الأشعة أظهرت وجود غدد سرطانية في داخل بطنها، وعينوا يوما لإجراء العملية الجراحية لاستئصال هذه الغدد السرطانية. طبعا تعلمون أن العملية في كثير من الأحيان لا تنجح، وإنما تؤدي إلى تمرد هذه الغدد والقضاء على حياة المريض بشكل أسرع في كثير من الأحيان. حضرت هذه المرأة مجلسا حسينيا في مسقط، وأخذت حبة من مكعبات السكر اللي قرأ عليها حديث الكساء في ليلة الجمعة، وتناولت هذه الحبة. صباح يوم الجمعة شعرت بأن الآلام خفت، ولكن لم تتوجه إلى القضية. في يوم السبت أو يوم الأحد ذهبت إلى المستشفى، وما جاء إلى ذهنها أن القضية قد حلت. أخذوها إلى غرفة العملية، فتحوا بطنها، وإذا بالأطباء يفاجئون بأنه لا يوجد هنالك أثر من تلك الغدد السرطانية. وعلى أثر هذه القضية نقل لي أحد الثقات إن بعض الإباضية، الإباضية كما يقال فرقة من فرق الخوارج، بعض هؤلاء الإباضية أعلنوا انتماءهم إلى مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. حاولوا إن شاء الله في هذه السفرة أن توجدوا حالة الانقطاع، وأن تأخذوا من قم ومشهد إن شاء الله جميع حاجاتكم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا.
فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي